بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة نتكلم على نوع من أنواع النباتات الغريبة اللي لازم نتكلم عنها مادام بنتكلم في مجال الزراعة، عشان نعرف إيه الأخطار اللي موجودة حوالين النبات ده، وبرضه نوعي البيت العربي من خطورة النبات ده. هذا النبات النهاردة هنتكلم على نبات اسمه عين العفريت. شايفين منظره؟ أكيد كلكم شفتوه. النبات ده ليه أكتر من كذا اسم، هنقول عين العفريت، عين الجن، عين السلطعون، عين الديك، عرق سوس بري، عرق سوس جامايكا، شيشم احمر. كل ده اسامي للنبات ده، وبرضه بيسموه ساعات بعض الوقت حبة المرجان، حبة جون كرو. وكمان عشان بزود لكم المعلومة اكتر، ان انا في عناوين الحلقات بكتب لكم الاسم الانجليزي او الاسم العلمي للنبات، بحيث اللي يحب يستفيد اكتر بالمعلومات ويتوسع اكتر ممكن بالاسم ده بيعمل بحث وبيدور على النبات. النبات ده بداية معرفتي بيه زمان واحنا صغيرين في مصر، كنت لما تروح عند محلات العطارة او المحلات اللي بتبيع الكمون والتوابل والحاجات دي، بتلاقي فيه عنده بخور. في البخور دايما تلاقي الحبة الغريبة دي، فزمان كنت اقول هو ده عبارة عن ايه؟ ايه الاحمر اللي فيه حتة سودة؟ انا كنت في الاول بحسبه خرز، كنت بحسبه مثلا حاجات مصنعة. مع البحث مع الدراسة عرفت ان النبات ده خطير جدا. اول حاجة الموطن الاصلي بتاعه اندونيسيا، ومنه انتقل الى جميع دول العالم اللي على نفس الخط بتاع اندونيسيا. يعني بقى منتشر في الهند، منتشر في امريكا الجنوبية، في المنطقة برضو العربية، موجود في جنوب السعودية. نيجي نتكلم على طبيعة النبات. النبات معمر، النبات من المتسلقات، تمام. الزهرة بتاعته شكلها جميل، لونها موف كده او بنفسجي. النبات بيحب حاجة ان هو يزرع جنب شجر، يزرع جنب حاجة يتسلق عليها، هو مع نفسه بيتسلق عن طريق اللف وعن طريق اللي هو ليه طريقة معينة كده ان هو يلف حوالين النبات ويوصل حتى لارتفاعات كبيرة. فانت لو مسكت النبات على الارض تقيس طوله ممكن يوصل ل 50 متر، فبيوصل لارتفاعات كبيرة جدا وما بيضرش الشجر اللي حواليه. هو المشكلة فيه هو نفسه، في النبات نفسه. طيب احنا كده اتكلمنا على الموطن الاصلي، اتكلمنا على طبيعته. طب نيجي نتكلم على طريقة الزراعة بالبذرة. باخد البذرة دي وبعمل لها انبات. طب البذرة دي بزرعها امتى؟ اي زراعة مهما كانت عشان ترتاح بتبقى في الربيع وفي الخريف، للناس اللي عايشة في نص الكرة الشمالي. وفي الربيع والخريف بالنسبة لأوقاتهم اللي هي عكس الكرة الأرض الشمالي، عكسها بيبقى ايه؟ للناس اللي عايشة في نص الكرة الجنوبي، زي مثلا اللي عايشين في استراليا، اللي عايشين في جنوب افريقيا، يبقى عندهم بس ايه؟ يظبطوا المواعيد. يبقى اي زراعة مهما كانت، سواء عقلة او بذرة او ترقيد هوائي او ترقيد ارضي او ايا كان التقاصر او بالتفصيص او اي شيء، بيكون في الربيع بعد خروجنا من الشتاء القارس، وبيكون في الخريف بعد خروجنا من الحر النار. يبقى احنا كده اتفقنا عشان ما حدش يسأل ازرع امتى. طيب بالنسبة للزراعة بالبذرة فقط، ده اللي احنا لغاية دلوقتي اعرف معلومات عنه. ما احنا بنتكلم ان النبات ده معلوش معلومات كتيرة قوي، فالواحد بيجتهد ان هو يجيب لكم المعلومة عشان تبقوا عارفينها. طيب الحاجة التانية، انا باخد البذرة بزرعها بطريقتين، لاما بحطها في التربة ايا كانت التربة اللي عندي متوفرة، وبحط البذرة وبالمنظر ده كده واقفل عليها بنفس الحجم بتاعها جوه التربة. طيب بتنبت في خلال قد ايه؟ حوالي من 5 ل 7 ايام. او الحاجه البسيطه السهله ان انا بحطها في منديل. طب لما اجي بحطها في منديل البذره لونها احمر، لما تبتدي يتحول لونها للون البني تعرف ان هي تبتدي تنبت وبيخرج منها الجذر بالمنظر ده، تمام. طب ليه يزرع؟ يقول لي انا ازرع ازاي؟ اقول لك ما تتعبش نفسك، حط النبات على ايدك كده اكن هو ده التربة اهو بالمنظر ده، هو الجدر بعد كده بياخد نفسه للتربة والورقة بتطلع لفوق وبينبت وبيبقى كويس. طيب يبقى احنا كده اما عن طريق المنديل
تمام، ونحط الميه ونقفله ونغطيه بكيس مثقوب او العلبه بتبقى مثقبه عشان يبقى فيه هواء، او نحطها في التربه على طول، او نحطها في الحديقه المنزليه او اي مكان اللي احنا عايزين نزرع فيه، ونعمل ممكن تكعيبه منه وزي العنب كده وتبقى تت تظليل. طيب الظروف المناسبه للنبات ده، احنا قلنا الموطن الاصلي بتاعه، وانا دايما بحب اقول لكم الموطن الاصلي، اللي يعرف الموطن الاصلي يبقى بتفكيره وبمخه يقدر يقول الظروف المناسبه اللي يعيش فيها النبات. تمام، يبقى احنا كده ايه، النبات بيتحمل الحراره العاليه بس ما يتحملش الجفاف، ما يتحملش الملوحه، فانا ممكن ازرعه في الوطن العربي كله، وناجح في بعض الاماكن في جنوب السعوديه. تمام، نيجي بقى نتكلم على نقطة تانية بالنسبة للري. أنا اتكلمت باستفاضة عن الري النباتات كلها في الحلقة رقم 204. طب بالنسبة للتسميد، اديله مرة كل شهر اسمات ان بي كي، لما يكبر والنبات يوصل مثلا حوالي 5 ل 10 سم ابتدي التسميد بتاعه بالان بي كي زي ما ذكرت في حلقة التسميد الكيماوي اللي هي الحلقة رقم 217 لجميع النباتات اللي احنا بنقولها في القناة. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الموطن الاصلي، اتكلمنا عن الميه، اتكلمنا عن التسميد، اتكلمنا عن التربه، اتكلمنا عن الظروف المناخيه. نيجي نتكلم بقى ونقول النبات بقى مشكلته. اول نقطه، النبات ده الناس العقيمه اصحاب الشعوذه والدجل والعفاريت بيستعملوا البذور بتاعته في البخور. في بعض الناس في المناطق الشعبيه في الوطن العربي بتستعمله في البخور، وبيبقى موجود في البخور ان هو بيطرد الارواح والحاجات دي كلها، وطبعا الكلام ده كلام فارغ، مفيش حاجه بتاذي الانسان الا اللي كاتبه له الله سبحانه وتعالى، وبيبقى امتحان او اختبار لا اكتر ولا اقل، ومش عايزين نتكلم في الدين ان احنا القناه بتاعتنا قناه زراعيه. تمام، يبقى ديت طريقه من الطرق الاستعمال بتاعه. في بقى الطرق الطبيه، الطرق الطبية دايما لما اجي نتكلم عنها لقيت ان في بعض الناس كتيرة بتتكلم في الطب في كل مجال، يعني ممكن يكون مدرس بيتكلم في الطب، ممكن يكون مهندس بيتكلم في الطب، فاعطي الكل حق حق. تمام، فالمصانع الادوية بتاخد البذور دي وبتطلع منها مركبات دوائية رهيبة جدا في علاج كتير قوي قوي من الامراض، بس احنا بنزرع النبات للشركات الطبية. طيب ايه الحاجة التانية من اللي استعملته في منطقة الهند؟ بيستعملوا البذور في الطب الشعبي في ايه؟ ان هم بيستعملوا الزيت بتاعه في تنبيت شعر الانسان بطريقة معينة كده، بيطحنوا ويعصروا وياخدوا الزيت بتاعه وبيستعملوه بطريقة مبسطة قوي قوي لزيوت الشعر. احنا برضو في غنى عن المجال ده دلوقتي، احنا بس بنعرفكم المعلومات عشان تبقى انتوا عندكم خلفية بالنبات ده ايه، ما حدش يشوف نبات ويقول ايه هو. لا، انا بحاول في القناة ان انا اجيب لكم كل النباتات اللي تبقى متاحة بالنسبة لي. تمام، انا دايما عايز اوريكم المنظر بتاعه. نيجي نتكلم على الجذور بتاعته. الجذور بتاعت النبات بيطلعوا منها علاج في الوصفات الشعبية في الهند واندونيسيا لعلاج اليرقان وعلاج السيلان، ودي السيلان طبعا من الامراض الجنسية. نيجي نتكلم بقى على النبات وخطورته. اول حاجة، البذرة سام، الورق سام، الساق سام، الجدر سام، النبات كله على بعضه سام. تمام، طيب خطورة عشان تبقوا عارفين الخطورة في ايه. لو انا خدت البذره وتاكدت تمام التاكد ان ما فيهاش ادنى خدش، يعني ايه خدش؟ يعني جرح في الغلاف بتاعها، وبلعها الانسان بدون اي خدش، تنزل مع مخلفات الانسان بدون اي ضرر. طب لو لا قدر الله اتبلع وفي خدش صغير او كسر في الغلاف او اتمضغط، الانسان يجيله نزيف في البق، نزيف في الامعاء، تليف في الكبد، والانسان يموت في خلال ساعات بسيطة، والترياق بتاعه ما فيش حد يعرفه الا في الدول بتاعته، فطبعا هنتعب مستشفيات التسمم بالحاجات دي. طيب في الهند طبعا بيعملوا وصفات بقى اللي بيحبوا يقتلوا الناس ويحبوا يعملوا الجرائم القتل في البذور دي، فالله مشهد
ان انا ببرأ نفسي من اي انسان بقول له اي معلومة في القناة عندنا، بقول نبات سام ولا شيء، ويستعمله ضد البشرية، يستعمله ضد الحيوانات. فلازم نكون فاهمين الكلام ده، احنا بنعرض مادة علمية فقط. اي انسان عنده خلل او تشوه في مخه ويستعمل النباتات ضد الانسانية، انا بريء منه، واحنا كلنا براء من هذا الفعل. فنخلي بالنا ان النبات سام. في بعض الناس بيستعملوا النبات ويعملوه زي سبحة، زي عقد، زي اسورة، يتزين بيه البنات. فده خطر. ليه؟ ان احنا قلنا ان الجرح في الغلاف بيعمل مشاكل في الانسان من جوه. طب من بره مع العرق مع الاحتكاك بيعمل طفح جلدي وبيعمل التهابات احنا في غنى عنها. ولو الاطفال الصغيره لا قدر الله لعبت بالحاجات دي، مثلا انت مثلا عامل اسوره، ولا الام عامله اسوره او سلسله، ولا قدر الله اتقطعت فوقعت في الارض، فالطفل الصغير بيزحف خدها في بقه ممكن يموت، مش هيتحمل بقى يحصل له نزيف ويموت. فلازم نكون عندنا حذر من ده، من البذور دي. البذور دي برضو لو اتوقعت في البيت عندنا طيور، تمام، او حيوانات منزليه زي الكلاب او القطط، ممكن يحصل لها تسمم. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. حلقه النهارده حلقه حذره للتوعيه وللعلم، تمام، والعلم كبير وعلم الزراعه كبير، فلازم نكون عارفين كل شيء. النبات ممكن نستعمله استعمالات جميله، ان احنا نعمله زي تعريشه، زي مظله حلوه. مش عايزين نستعمله ما حدش يستعمله، ولا اجبر حد ان هو يستعمله، بس يبقى عندك خلفيه ايه هو عين العفريت، هل يمكن زراعته، والطريقه اللي احنا اتكلمنا في الحلقه. تحياتي لكم جميعا ومع الف سلامه.